حبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تبت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن من البشر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. أنا بس حابب أن أنا أنوه في بداية الحلقة تنويه وربما أنوه عليه في أكثر من حلقة حتى نعتاد على الفصل بين حلقة يوم الجمعة وحلقة يوم الاثنين. حلقة يوم الجمعة محتواها الكلام عن قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني بنتكلم عن أنواع الهجر. وحلقة يوم الاثنين هي عبارة عن أداء قرآني، تعليم الأداء القرآني، والأداء القرآني مش المقصود به ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت وإمتى أعلي وإمتى أوطي وإمتى أحزن، لا 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 لا، المقصود بالأداء الصوتي أو الأداء القرآني هو ضبط القراءة بالأزمنة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيصلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فياريت نفصل بين الايه بين اللقاءين، لقاء الجمعه ليه محتوى مختلف عن لقاء الايه لقاء الاثنين. اليوم طبعا الاثنين ولقائنا مع الاداء القراني، وبدانا هذا اللقاء او هذا المحتوى في الحلقه الماضيه بالاستعاذه، واتفقنا ان احنا هناخد شويه وقت في فاتحه الكتاب، فخلونا بإذن الله تعالى نستكمل ما بدأناه. لكن أنا حابب أن أتكلم معكم في بعض الأحكام، فخلينا من أول حلقة القادمة بإذن الله تعالى هنبتدي ناخد حرف حرف من حروف الهجاء ونتكلم عن الحرف ده، ناخد فيه وقت شوية نتكلم عن مخرجه وصفاته وكيفية نطقه، وكمان نتكلم عن الأحكام الخاصة بالحرف ده بشكل بسيط جدا، مش هنطول في الايه في الاحكام ولا هنتكلم بشكل اكاديمي. فانا اثرت ان انا ابدا ان شاء الله الكلام في الاحكام في الحلقه القادمه ان شاء الله عشان الناس تستعد، يبقى معاهم كراسه خاصه بالبرنامج وقلم والمصحف يبقى قدامنا، وهنبتدي نفتح المصحف دلوقتي على سوره الفاتحه وعلى البسمله بسم الله الرحمن الرحيم. واللي هنعمله في الفاتحه ومش هنعمله في غير الفاتحه من صور هو اننا كل ما هنعدي ايه هنرجع نجيب من اول الفاتحه. ليه الفاتحه يا شيخ وليه بنطول في الفاتحه؟ لان الفاتحه هي القران، هي الصلاه، الفاتحه هي الصلاه، لا تصح الصلاه الا بقراءه الفاتحه قراءه ايه صحيحه، فاحنا محتاجين ان احنا نركز فيها شويه. وبرضو في هذا البرنامج باذن الله تعالى احنا بنبين لحضراتكم ان قراءه القران سهله وليست بصعبه، كل الحكايه ان احنا محتاجين ان احنا ايه نقرا باسترسال من غير ما نعمل مجهود. وصفحه صفحه خاصه ببرنامج الف لام ميم هتظهر على الشاشه دلوقتي امام حضراتكم، اللي حابب يتواصل معانا من خلال الرسائل احنا منتظرين رسائلكم او على رسائل اس ام اس على شريط الرسائل، وان شاء الله نرد عليها باذن الله تعالى ان كان عندنا رد. نبدا بقى، هنجيب الاستعاذه تاني ونبدا نخش في البسمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزكم تقولوا معايا وأنا بقرأ، وده الأصل في الكتاب، وإحنا كأننا برضو في كتاب، بس كتاب إيه؟ كتاب على الهوى. طيب البسملة، إيه الأخطاء اللي بنقع فيها في البسملة؟ على فكرة كتير مننا بيقع في أخطاء في البسملة وما ياخدش باله انه وقع في خطأ. والبسملة هي أول آية في القرآن الكريم وفي الفاتحة. هتقول لي يا شيخ في خلاف، أقول لحضرتك إحنا عندنا الرواية الراوي حفص يروي عن القارئ عاصم تمام بأن البسملة آية من كل سورة، ومن تركها فكأنما ترك 113 آية من كتاب الله. بمعنى إن حضرتك دلوقتي البسملة عندنا في حفص
إذا قرأنا برواية حفص هي آية. طب إذا قرأنا مثلا للقارئ حمزة مثلا، البسملة عند حمزة ليست بآية، فله أن يجهر بها أو يسر بها أو يأتي بها أو لا يأتي بها حسب إيه يعني. إذا بدأ بالسورة، كل القراء اتفقوا على البدء ببسم الله الرحمن الرحيم عند البدء بأي سورة في القرآن، لكن احنا بنتكلم على إنها آية أو مش آية، في إن أنا لو بجهر بالقراءة يبقى أجهر بكل الآيات اللي بقرأ بيها. يعني ينفع مثلا أن أنا أقول كده: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. هتقول لي حضرتك خد بالك انت ما قلتش الرحمن الرحيم، هقول لك لا لو قلتها في سري. هتقول لي ما ينفعش، هقول لك برضو لو احنا اعتبرنا البسمله ايه يبقى برضو ما ينفعش ان انا اسر ايه بيها في القراءه. وانا طبعا مقصودي في هذا الكلام في القراءه التعبديه، واحنا بنقرا الورد، واحنا بنقرا قراءه تعبديه في الصلاه، ده موضوع تاني خالص وداخل فيه فقه لا نتدخل فيه فقه. احنا بنتكلم على اراء الايه، اراء علماء القران في البسمله في الجهر والاصرار ايه بيها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول خطا يا بني اللي احنا اتكلمنا عليه في الاستعاذه اللي هو ايه، ان انا اسقط ايه الباء. اقول كده: بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا كده شوف الباء طلعت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما طلعتش خالص، والله ما جبت باء خالص. طب في احنا بنعمل كده، في ناس كتير بتعمل كده وما تاخدش بالها. محتاجين نقول ايه؟ بسم الله. ايوه كده، ما نقولش بسم الله بسم الله، فين الباء يا عم الشيخ؟ الباء وقعت منك خالص كده. يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ نثبت اول حرف يقابلنا في الايه، في مقطع، في في اول ايه، في مقطع في القراءه في القران. اول حرف ده سهل قوي انه يضيع مني بسبب ايه؟ بسبب استعجال الدخول على الحرف الايه؟ على القراءة، فممكن يقع من أول حرف ويبان معايا إيه الحرف الثاني على طول. زي ما قلنا في الاستعاذة قلنا إيه: أعوذ بالله أعوذ بالله، كده وقعت مني إيه الهمزة بتاعت أعوذ، خلاص كده. طيب في إيه أخطاء تاني في البسملة؟ الأخطاء كثيرة جدا اللي بنسمعها من خلال سمعنا لبعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. منها كمان إن أنا أجيب باء ياء بين الباء والسين. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، أي حرف محرك بالكسر في القرآن مش محتاج ان انا اتكلف فيه، بمعنى ان انا ما اضغطش ما اقفش عليه. اي حرف متحرك اعدي عليه بسرعه، بس مش بسرعه واختلس. يعني اسمعوا كده: بسم الله بسم الله، ده خطا، انا كده ريحت. ولا اقول بسم الله بسم الله، ما ينفعش برضه. لكن ايه الوسط؟ بسم الله، والله جميله جدا. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى عندي ايه؟ الباء مكسوره، ما تكلفش، ما اقولش بيس، يبقى انا كده عملت ايه؟ ولدت ياء. هات بقى مكسوره وجيب بعديها سين، تقول ايه؟ بس. كان حد بيقول لي انت لما بتشوف قطه بتقول لها ايه؟ بس، ولا بتقول لها بيس بيس، ولا هتعبرك ولا هتتحرك ولا هتمشي، هي اعتادت منك تقول لها ايه؟ بس بس بس، هو كده بس. زي ما بتقولها بكلامك العادي للقطه، ها عايزين بقى ايه؟ نقولها صح في القران بفطرتنا كده. بس بسم الله، ايوه. حرف السين حرف بيجري فيه الصوت. يعني بيجري فيه الصوت؟ يعني حرف بيسموه العلماء حرف رخو. رخو يعني ايه؟ اسمع كده: اس، شوف الصوت مشي ازاي. لكن اقول ايه؟ اب، ما يمشيش الدال، ما تمشيش ابدا، استحاله تمشي. زق معايا كده: اب، مفيش. اب، مفيش. شايفين البسمله على الشاشه؟ شايفين السين عليها ايه؟ عليها علامه السكون. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ امشي فيها الصوت شويه، بس ما امشيش فيها الصوت زياده قوي، ما اقولش بسم الله، ما ينفعش، لان كده زودت زمانها. لكن بص حضرتك كده: بس بتاعت القطه، بسم ال، بس خلاص كده انا جبتها مضبوطه قوي، ما عنديش مشكله خالص. طيب يبقى احنا محتاجين ايه؟ ما نحققش الكسره بشكل مبالغ فيه، فبالتالي ما نولدش حرف مد ياء يعني زائده في القران. وما نريحش على السين قوي فما نزودش، وبرده ما نجريش من على السين، لان لو جرينا من عليها هنقولها كده: بسم الله بسم الله بسم، السين اتحركت مني قلقلت مني. ابدا، لازم اريح عليها بس شويه صغير قوي. بصوا: بسم الله الرحمن، ايوه. نخش على الراء بتاعت الرحمن، الراء محركه بالايه؟ مشدده بالفتح، عليها شده وفتحه، صح ولا ايه؟ اي راء تقابلني في القران عليها شده وفتحه، عليها شده وضمه، تبقى تخينه كده تفخم. بصوا كده: بسم الله الراء، ايوه كده. لكن ما ينفعش اسمعها كده: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تنفعش خالص خالص. احنا كده بندلع الراء، والراء هنا قويه، ما نتعاملش معاها بالايه؟ بالتراخي دوت.
معلش بتكلم بسرعه كده لان انا متفق مع اخوانا في الكنترول، يدوني تلت ساعه اتكلم فيها وبعد كده استقبل اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اننا نفخم الراء بس ما نبالغش برضو قوي، ما اقولش ايه بسم الله الرحمن الرحيم. رايح فين يا عم الشيخ؟ راء ولا راء؟ ايوه كده، التانية دي شكلها حتى حلو وجميلة قوي، وده اللي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بسم الله الراء، بسم الله الراء، لا دي تنفع ولا دي تنفع، لا دي صح ولا دي صح. كده جميلة والله. بسم الله الرحمن، بصوا على الحاء عندكم كده في المصحف هتلاقوا الحاء عليها سكون، وهي على الشاشه برضه دلوقتي الحاء عليها ايه؟ علامه السكون اللي هي راس الحاء ديت. الحاء اللي عليها السكون ديت برضه زي السين بالضبط، حرف ايه؟ بيمشي فيه ايه؟ الصوت شويه، اسمعوا كده الرح، سامعين صوت البحه دي بصوت الحاء دي؟ الرح، اوعى تقول الرح الرحمن، ما تنفعش كده، انت اسقطت الحاء. ايه ده؟ يعني انا ممكن عمال يعني اوقع في حروف او ازود في حروف في القران وانا مش واخد بالي؟ والله انت ممكن في الجمله القرانيه او في الايه القرانيه اللي بتقراها ممكن تزود اربع خمس مدود و و و و و و و وتاكل تمام، او تخطف يعني حروف بتقع منك وتاكل في غنى وتاكل في مدود. طبعا، ما عشان كده احنا قلنا الاداء القراني ليه؟ لان الاداء ده ان شاء الله اللي بنتكلم فيه هو مطابق لقراءه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت منين يا عم الشيخ؟ عرفت بالتلقي. ايه التلقي ده؟ تابعونا يوم الجمعه ان شاء الله هنتكلم عن السند لانه داخل معنا في تعريف القران. لكن خلينا نرجع دلوقتي، احنا وصلنا للقران ازاي؟ وصلنا بالمشافهه من فم لفم لفم لفم، انا قرات على شيخي وشيخ قرا على شيخه وشيخ قرا على شيخه الى نصل الى فم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى جبريل عليه السلام، بل إلى رب العزة جل في علاه. تخيلوا، فالقرآن وصلنا بالشكل ده. فاللي بقول لحضراتكم عليه ده دي الموازين، ونتفق بقى على موضوع الموازين ديت. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. موضوع الموازين ديت هقول لكم بس بيت جميل جدا. مين اللي قال البيت ده؟ البيت ده قالوا الشيخ، قالوا من امتى؟ من ما يقرب من 1000 سنة. مين ده؟ قالوا الشيخ السخاوي في النونية. قال ايه؟ قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ايه ده؟ قال كده؟ والله قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ده من 1000 سنة؟ مما يقرب من 1000 سنة؟ والله. والامام الخقاني قال برضه جملة برضه من ما يقرب من 1000 سنة، قال برضه حاجة زي كده. قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر. طب والله البيتين دول يتكتبوا بالذهب. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر. افضل بر يتقابل بيه ربنا، افضل بر يتقابل بيه حضرتك ربنا سبحانه وتعالى هو ايه؟ وزن حروف القران. يا على الجمال. طيب نكمل بقى كلامنا. يبقى الرح، يبقى لازم صوت الحاء ده يطلع ايه؟ واحد مشايخنا كان دايما يقول بحبح الحاء وبعبع العين. ايه بحبح وبعبع؟ هو يقصد ان انا اخلي الحاء يبان فيها الهمس، الرح، والعين اخلي في العين مفيش هوا بيطلع، اقفل النفس عليها شويه. زي ايه؟ مثلا انعم، ما اقولش انحم، حم ما تنفعش خالص. خلاص كده. طيب الرحمن الرحيم، نقول بقى ما عنديش بعد كده بقى كلام، لان الرجيم الرحيم على الوزن واحد، فاحنا اتكلمنا عن موضوع الايه مد، وكلمنا على الميم اللي ممكن تختفي مننا وتقع مننا. نقول بقى للسعاده والبسمله مره تانية. ها جاهزين؟ طيب قولوا معايا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الآية الثانية من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد عندنا خدوا بالكم هتلاقوا في المصحف ايه الايه ظهرت على الشاشه،
موجوده الحمد صح كده، هتلاقي الف عليها راس صاد صح، وبعديها لام ساكنه صح، وبعديها حاء، ولا ده مش باين عندكم؟ باين ان شاء الله، وده في المصحف، افتحوا المصحف وشوفوا. الهمزه الوصل الالف على راس الصاد ديت، خدوا قاعده ثابته معانا في القران كله. اذا بدانا بكلمه اولها الف عليها راس صاد اللي زي اللي شايفينها في المصحف ديت، وجي بعديها لام سواء عليها سكون او فاضيه ما لهاش حاجه، على طول من غير ما افكر هشيل الالف اللي عليها راس الصاد ديت واحط همزه عليها فتحه. طب اذا وصلتها باللي قبلها، انا مش شايف خالص الهمزه دي، همزه ايه؟ انا مش مفيش همزه، بدليل ان انا لما بوصل اقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحيم ايه ده، فين الهمزه يا عم الشيخ؟ وقعت مني خلاص. امتى بحتاجها؟ لما ابدا بس بالايه؟ بالكلمه القرانيه. اول ما ابدا بكلمه في القران الف عليها راس صاد في اول الكلمه، بشوف بقى هتعامل معاها ايه؟ لازم اشيل الف عليها راس صاد ده واحط همزه عليها فتحه، او همزه عليها كسره، او همزه عليها ضمه. يبقى همزه عليها فتحه، همزه تحتيها كسره، همزه عليها ايه؟ ضمه. اول ما الاقي بعدها لام من غير ما افكر بقى، لا كسره ولا ايه؟ ولا ضمه، عندي فتحه بس. يبقى اقول ايه؟ الحمد. اللام ساكنه ولا لا؟ اللام ساكنه. محتاجين نعمل ايه؟ نريح عليها شويه، بس مش زي السين وزي الحاء. اقول ايه؟ الحمد. ما اقولش الحمد ده كتير، ولا اقول الحمد وحركها كده، لا ما تنفعش برضو. الحمد لله رب العالمين، بنسمع كتير قوي من بعض اخواننا وبعض اخواتنا بيقراوها كده، الحمد لله رب لله. ايه لله دي؟ لله. اسالكم سؤال، الشحات بيقولها ازاي؟ بيقول لله ولا بيقول لله؟ والله بيقول كده، ده لو قال لنا لله نخاف منه، لكن بيقول ايه؟ لله. عايزينها كده والله في القرآن. شفتوا الفطرة؟ مفيش أحسن منها في القراءة. القرآن سهل إذا قرأناه بالإيه؟ بالفطرة. لكن إذا الفطرة بقى اتغيرت، نلاقي بقى إيه؟ تضخيم في 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 غير يعني موضع التضخيم، ونلاقي ترقيق في غير موضع الترقيق، ونلاقي لازم تسيب نفسك، وسيب نفسك كده للقرآن. بصوا كده، الحمد لله، ايوه كده. لكن الحمد لله ليه تعمل كده في نفسك؟ هيقول لي اصل يا شيخ انت مش واخد بالك، اللام في اسم الجلاله ماشي مرققه، الحمد لله. طيب، وانا عشان مرققه انا بعمل ايه؟ بعمل استفال كده عشان ليل. بس احنا قلنا قبل كده ان احنا قراءه القران بين ابتسامه بسيطه قوي ليل، وبين تبويزه بسيطه قوي مع التفخيم الله. شفتوا الحرف نفسه اتغير ازاي؟ الله. لله. الفرق مش كبير، الفرق كبير لكن الهيئه نفسها مش كبيره، مفيش فرق بينهم. خلاص كده؟ طيب، نقول الحمد لله راء. ايه ده؟ ده عندي راء هنا عليها فتحه، انت ما قلتلناش عليها لسه يا شيخ دي. انت قلت لنا على الراء اللي عليها ايه؟ شده وفتحه. احنا قلنا شده وفتحه، شده وضمه، هنعمل ايه؟ هنفخم. دخل معاهم بقى راء عليها فتحه وراء عليها ضمه. يبقى دول حروف ايه؟ دي راءات مفخمة تخينة. يبقى ايه؟ الحمد لله راء رب ال، بس اوعى تقرأها الحمد لله رب ال رب ال او، دي كانك بتجيب واو، ما انت عايز تفخم بس ما بتمكنش المخرج الراء، فتبقى عامل زي اللي عنده لدغة. طب اعمل ايه يا شيخ؟ مكن المخرج الراء مع عدم التكلف. الحمد لله رب العالمين، جميل جدا. بس اوعى تضيع النون بقى وتقول لي العالمين وتضيع النون، العالمين. خد بالك في تذيل الايات السعاده والبسمله والايه اللي معانا، احنا في عندنا حرف مد في الاخر صح كده؟ بنقول ايه؟ العالمي. ايه اللي عرفنا ان الياء دي مديه؟ خدوا بالكم، اي ياء في المصحف قبليها حرف محرك بكسر دي اسمها ياء مديه. دي اسمها ايه؟ يا مادية. وإذا حد كلمكم عليا هي يا مادية. وأي واو في القرآن ساكنة معلاش حاجة فاضية وقبليها ضم، دي واو مادية. وأي ألف في القرآن ألف واقف كده في المصحف معلوش حاجة خالص، ده لازم يكون مادي، لازم يكون أي ألف مادية، ويكون قبله حرف محرك بإيه؟ بفتح. خلاص كده عرفنا حروف المد. طيب لما يجي عندي بقى حقف على حرف بعد حرف المد ده،
العالمين هقف على النون، والنون قبلها ياء ماديه، ليا 2 4 6 ليا كام؟ طب نوسع القاعده شويه. اي ياء ساكنه، اي واو ساكنه، اي الف ساكنه، والالف لا يكون الا ساكن، هيقف على حرف بعديه في القران ليا فيه 2 4 6. ايه 2 4 6 دي؟ احنا نلعب ماتش كوره؟ لا لا لا، 2 4 6 بمعنى ان انا ليا حركتين واربعة وستة. اسمعوا مني كده، العالمين دول اتنين، العالمين اربعة، العالمين ستة. لينا ده زي ما تحب، عايز تقف باتنين اقف باتنين، بس بشرط تقف باتنين على كل المواضع اللي فيها كده. يعني ايه؟ الرحمن الرحيم لازم تقف كله كده، مالك يوم الدين، ايوه لو هتقف باربعه يبقى كله باربعه، العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يبقى انا الامر هينضبط معايا بايه؟ هينضبط معايا بان انا ما اشغلش بالي بقى انا هقفل الايه ازاي، زي ما يقرا بالمقامات الموسيقيه. عندهم مشكله في ايه؟ مشكلتهم في ايه؟ مشكلتهم في ان هم اللي بيحكموا في القراءة مقام، مقام موسيقي، سيكا وبياتي ونهواند لكن احنا عندنا في القراءة بيحكمنا احكام، بيحكمنا ازمنة خاصة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، استنبطها العلماء من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقولها ايه؟ العالمين زي ما تحبوا، بس خلينا نمشي في البرنامج بقى ان شاء الله باربعة، ده الوسط يعني، خلينا نمشي بالوسط على طول. العالمين، بس اوعى تقع في خطا وتقول لي العالمين الا، لا زي ما قلنا الحمد وسكننا اللام الاولى نسكن لام العالمين، العالمين وتسكينها مش هيكون الا بايه؟ انك تريح عليها زمن بسيط جدا. طب والله الكلام الاولى سهل ولا صعب؟ بتهيألي سهل وبتهيألي كله مستوعب كلامي. طيب ننتقل للآية اللي بعديها، ننتقل للآية اللي بعديها، وإن شاء الله بعد الآية دي ممكن ناخد الصلاة بإذن الله تعالى. بس هنجيب إيه؟ إحنا اتفقنا كل ما نخلص آية هنعمل إيه؟ في الفاتحة فقط. هنرجع نجيب من أول الاستعاذة. قولوا معايا، وهديكوا فرصة تردوا ورايا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ناخد بالنا بقى في الآية اللي هنقف عليها إن شاء الله اليوم في ورد اليوم، الرحمن الرحيم. خد بالك من حاجة، وخدي بالك من حاجة، الهمزة برضو نفس الحكاية جات لنا إيه؟ ألف عليها رأس صاد. ما احنا لو وصلنا نقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن، نرى نرى. ايه ده؟ امال فين اللام يا شيخ؟ اللام عندي دخلت في الايه؟ في الراء، عشان كده تلاقي الراء عليها شده، وانت اول ما تلاقي لام فاضيه في اول الكلمه قبلها همزه وصل وتلاقي بعدها شده، اعرف ان اللام دي دخلت في الراء، فمفيش لام بتنطق معايا خالص، لا عند الوقف ولا عند الوصل. طيب هبدا بالف بقى على راء صاد، ابدا بايه يا عم الشيخ؟ مش احنا بينا بقى وقلنا طالما الف على راء صاد بعديها لام هقول ايه؟ يبقى نقولها ايه؟ الرحمن. بس شفتوا انا ما عملتش تكلف ازاي؟ ده انا بسمع فيها اخطاء كثيره جدا. اسمعوا كده، الرحمن خطا، الرحمن خطا، الرحمن خطا، كل دي اخطاء. امال الصح فين؟ وفي ناس بتجيب الراء راء واحده، مش احنا قلنا لاي حرف عليه شده ده اتنين، يبقى ايه؟ كده تقول ايه؟ الرحمن، كده جبنا راء واحده، دي اخطاء، كل دي اخطاء. طب الصح ايه؟ ان انا اعمل ابتسامه بسيطه عند الهمزه، اقول ايه؟ واخش على الراء بهي التبويزه بسيطه قوي، بس شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ طب والله سهل، سهل صح؟ يبقى نقول ايه؟ قولوا معايا كده، والله مش عيب، ده انتوا بتاخدوا ثواب، ده اللي بينطق ورايا ده بياخد على الحرف حسنه، والحسنه بايه؟ ب 10 امثاليه، وبعدين كمان اللي بيتعتع بقى وحاسس بمشقه كده بياخد اجرين اتنين زي ما بينا قبل كده. يبقى ناخد بالنا،
الرا، ايوه كده، يبقى انا جبت الرأين كده واخش على الحق. وكلمه الرحمن الرحيم كانت معانا فين؟ في البسمله، ما عندناش فيها مشكله. خلاص كده، يبقى نقولها ازاي؟ الرا، بس اوعى تمد بقى الهمزه، تريح عليها شويه فتجيب حرف مد، تقول ايه؟ الرا. خطا. الرا ده فرق بسيط جدا يا شيخ، بس الفرق ان احنا حطينا الف. اي حرف عليه فتحه ضمه كسره على طول من غير ما تفكر ما تريحش عليه، لان اي تريح عليه هتولد حرف ايه؟ حرف مد. يعني انا كده خلصت كلامي، في انتظار اتصالات حضراتكم والارقام على الشاشه دلوقتي. لو ما فيش اتصال احنا ممكن ناخد الايه اللي بعديها، نخش فيها، نبدا في الايه اللي بعديها. طب نبدا في الايه اللي بعديها لحد ما ايه؟ ما تاتي اتصالات. ناخد بقى من اول ايه؟ الاستعاذه لحد الايه اللي وصلنا لها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا معايا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الآية دي بقى فيها أكثر من خطأ مشهور جدا. مالك يوم الدين، انا جبت اخطاء قد كده دلوقتي. مالك، بصوا على المصحف عندكم كده وبصوا على الشاشه، الايه نازله على الشاشه. الكاف عليها ايه؟ سكون. ولا كسره عليها؟ تحتها كسره. طب ليه بتقول مالك؟ ده خطا، هي محركه بالكسر، يبقى تحقق ايه؟ الكسر، يبقى مالكي. ايوه. طب ايه العله من الخطا ده؟ يعني ايه اللي وقعني في الخطا ده؟ هقول لكم على حاجه، بس بعد ما تصلوا على النبي. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عندنا لما يكون عندنا اكثر من حرف ورا بعض ومحركين بحركه واحده، يعني ايه؟ حروف، حرفين محركين بضم ورا بعض، حرفين محركين بكسر ورا بعض، حرفين محركين بفتح ورا بعض، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بسكن حرف منهم، وده الاسهل. اسمع كده، إن الله معك. هي معك ولا معك؟ لأن جه بعدها إيه؟ جه فتحتين ورا بعض. معكم، بنسمعها معكم، وده خطأ. أي حركتين ورا بعض شبه بعض، سهل قوي إن أنا أجيب حرف منهم إيه؟ ساكن. بص كده معايا في المصحف كده وبص على الشاشة. ما لي كي، اللام مكسورة والكاف مكسورة، يعني معلش سكون، امال بتسكنها ليه؟ ده خطا مشهور جدا. يبقى محتاج اعمل ايه؟ محتاج، بس خدوا بالكم من خطوره المساله بقى. اي حذف لحركه في القران كان حضرتك وحضرتك بتنقصه من القران حركه. واحنا عايزين بقى نتفق على قاعده برضو عامه ومهمه جدا. القران الكريم منزه عن الزياده، ومنزه عن النقصان، ومنزه عن التبديل، ومنزه عن التحريف. منزه تماما. اوعى تقع في خطا انك تحذف من القران. ولو كان صوت مش حركه. ناخد اتصال معانا اخونا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد. يا محمد. انقطع الاتصال؟ يا ريت يعاود الاتصال بينا ان شاء الله مره ثانيه. طيب. يبقى انا ايه؟ يبقى انا لا 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 اسقط من القران حركه، ولا اضيف في القران حركه. في ناس بتضيف والله، في ناس يجي حرف ساكن وجاي مديله حركه وهو ماشي كده مش واخد باله. ده هنبينه كله واحنا ماشيين، لكن احنا عايزين نركز قوي في الفاتحه، لان احنا قلنا الفاتحه ايه؟ قلنا بان الفاتحه هي الصلاه، ولا تصح الصلاه الا بقراءه الفاتحه قراءه صحيحه. والله ده مش كلامي، ده كلام فقهائنا وعلمائنا ومشايخنا. فالفاتحه ركن من اركان الصلاه، لو فيها لحن جلي طبعا مقصود، واحنا قلنا اللي ما بيتعلمش يبقى قاصد الوقوع في الايه؟ في الخطا. ليه؟ لان مجال التعليم موجود اهو، على الاقل في عندنا فضائيات اكثر من قنوات كثيره جدا بفضل الله تعالى بتعلم القران من خلال شاشاتها، صح ولا لا؟ ما حدش ليه حجه خالص، وقيمه الحجه على الجميع.
طيب مالكي، طب انا محتاج اعمل ايه يا شيخ؟ محتاج ان انا امكن للكسره بس من غير ما ابالغ. بصوا كده، مالكي مالكي، بس كده خلاص انا خلصت. شفتوا سهله ازاي؟ مالك، لا ده خطا. مال معانا الحاج احسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابننا العزيز الغالي الشيخ اشرف. اهلا بحضرتك امنا الغاليه، الله يبارك لنا في حضرتك يا رب. الله يرفع قدرك. معلش انا ما تابعتش البرنامج، كان بقالي فتره ما كنتش هنا في مصر. طب الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. طب احنا في الفاتحه بنقرا الفاتحه. ابدا ان شاء الله. ان شاء الله. انا سامع حضرتك من اول البرنامج، انا منتظر البرنامج من اول. نعم؟ انا منتظر البرنامج من اول وسامع حضرتك من الاول. بيسمع كويس صوت؟ سامع حضرتك من اول البرنامج. طيب ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. تعالى النهارده من اول ان شاء الله. ربنا يرفع قدرك. ناخد بقى الفاتحه ان شاء الله. ويبارك في عمرك وكل عام وانت بخير والاسره الكريمه كلها. يا رب يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. وجميع القائمين على القناه. امين يا رب العالمين، امين امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. خلينا بقى نبين الهمزه بقى المرققه. الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما شاء الله عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خد بالك ما نقولش ولا 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 الضالين. بارك الله فيك، ربنا يحفظك أمنا الغالية الحاجة حسين. ما شاء الله قراءتها طيبة، ربنا يحفظها يا رب. أكمل نكمل كلامنا. احنا قلنا ايه؟ اننا محتاجين ايه؟ نحقق الحركه من غير ما نعمل اي مجهود. طيب اخونا محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمود محمود معانا لسه محمود ولا محمود انقطع؟ طيب يعود بينا الاتصال اخونا محمود مره ثانيه ان شاء الله. يبقى نعمل ايه؟ قولوا بقى، اعملوا زي ما كده، مالكيه. قول والله ينفع نقف هنا؟ اه في التعليم ينفع نقف هنا ماشي، لكن لو احنا بنقرا ما ينفعش. في العباده بنقرا ورد، بنقرا في الصلاه ما ينفعش نقول مالكية، لكن احنا في التعليم ينفع. مالكية قولوا معايا، قولوا والله مالك يوم الدين. اه في خطا بقى في كلمه الدين، بيقع في كثير من الناس يقول مالك يوم الدين. الدين الدين، ايه الخطا ده؟ ده كده ابدا للتاء الدال بتاء، ابدا للدال بايه؟ بتاء. صلوا على النبي، عشان الموضوع ده مهم جدا. احنا عندنا في حروف بيمشي فيها نفس، وفي حروف مقطوعه النفس. يعني ايه مقطوعه النفس؟ طب ناخد ام محمد وبعدين نبين ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. انا عايزه بعد اذن حضرتك، انا هسمعك بس عايزه لو بعد اذن حضرتك عايزه رقمك ضروري ضروري. طيب خديه من اخواننا في كنترول ان شاء الله. ماشي. او سيب رقم حضرتك وانا اتصل عليك. نعم. او سيب رقم حضرتك اتصل عليك ان شاء الله. طيب هو رقم اللي مع حضرتك ده. طيب طيب عايزه ضروري ضروري من فضلك، ارجوك ارجوك، عندي مشكله كبيره يا شيخ. ده ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. اتفضلي. بس استاذ اشرف. اه اتفضلي محمد. طيب طيب اسمع لحضرتك. اه اقراي الفاتحه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. قطع الاتصال. طب محمد تعود اتصال بينا، كنا عايزين نسمع منها الفاتحة. جه محمد. السلام عليكم محمد. استكمل. طيب نكمل بقى. احنا قلنا ان في عندنا حروف بيمشي فيها نفس، وحروف ما بيمشيش فيها ايه؟ النفس. طيب الحروف اللي بيمشي فيها النفس ايه؟ لو حفظناهم يبقى الامر بالنسبه لنا سهل بعد كده في الباقي. احفظوا كده. فحثه 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 شخص، الشين والخاء والصاد سكت، السين والكاف والتاء. كم حرف كده يا عم الشيخ؟ 10. كم حرف؟
10. فحثه شخص سكت، شخص سكت، كم دول؟ 10. طيب الدال من فحثه شخص سكت، بس دول 10 ولا ايه؟ طب نقولهم تاني. فحثه الفاء والحاء والثاء والايه والهاء، شخص الشين والخاء والصاد، سكت السين والكاف والتاء، هم 10 صح خلاص كده. طب منهم الدال؟ لا. امال ليه بتجيب همس في الدال يا عم الشيخ؟ بتقول ايه الدين؟ ليه ادي كده؟ بتطلع هوا في الدال، والدال ما فيهاش هوا، مفيش نفس يطلع معاها ابدا. اسمع مني كده، الدين ايه ده؟ طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الفرق الاولانيه انا جبت اتيت بتاء يقينا، ليه تاء بس؟ لان الدال والتاء قريبين قوي، وده اللي هنتكلم فيه عليه بعد كده ان شاء الله في موضوع الحروف ده. الدال والتاء قريبين بعض قوي في المخرج ومعاهم الطاء، يبقى الدال تاء طاء، الثلاث حروف دول قريبين جدا جدا في المخرج، بس الطاء حرف قوي، لكن الدال والتاء حروف ايه؟ ضعيفه. فسهل قوي ان انا ايه ابدل الدال بتاء والتاء بايه؟ بدال. عشان كده في ناس بتقول ايه وديني والزيتون، ايه وديني والزيتون دي؟ هي وديني والزيتون. يبقى ناخد بالنا. معنا جنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا جنة ولا ام جنة؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جنة؟ يا جنة. نعم. ازيك عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. انت وحشاني كتير. ماما فيش الكيك. سامعاني يا جنة؟ 5 سنين. ايه؟ عندي 5 سنين؟ عايز اقرا الفاتحة. طب اقرا الفاتحة، يلا سامعين الفاتحة. اسمعك يا جنة. 5 سنين. طب اقرا الفاتحة. ربنا يبارك في عمرك. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليكي يا جنة، أنت ممتازة، ربنا يحفظك. أنت ممتازة، ربنا يبارك فيك يا جنة. يبقى إحنا عندنا الدال والتاء حرف بيمشي فيه نفس التاء، وحرف ما بيمشيش فيه نفس الدال. لو احنا مشينا نفس في الدال تبقى تاء، ولو منعنا النفس عن التاء تبقى دال. يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نمنع النفس عن الدال. قول كده اد. او الله يقول، ما تقولش اد، دي ما تنفعش، تبقى التاء كده على طول. اد دين، وعندنا دال مشدده، يبقى لازم نجيب ايه؟ حرفين اثنين. مش عندكم في المصحف دال مشدده؟ اه والله زي اللي في مصحفي كده. يبقى ايه الدال عليها شده، بنجيبها ايه؟ اتنين. يبقى مالك يوم الدين. قولوا معي. ها ايوه كده. يبقى احنا تخلصنا من ايه؟ من هنا. خدوا بالكم الكلام ده خطورته في ايه؟ خطورته في ان انا بغير حرف القران، ببدل حرف. مش احنا قلنا القران منزه عن الزياده؟ ان انا اقول ايه؟ بيس ولدنا زياده كده ياء. والنقصان لما اقول مالك يوم، انقصت ايه؟ انقصت حرف، انقصت حركه الكسر. والتبديل ان انا ابدل حرف مكان حرف، وده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. التين غير الدين. والتحريف ان انا اعمل تحريف للحرف. اما اقول السامي، انا كده عملت ايه؟ نطلع فاصل سريع، وعد غدر شاشة قناة الندى، ألتقي بكم بعد هذا الفاصل فانتظرونا. وأمن حياتي وخير الدليل إذا وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تعالى ومنته علينا. اخو اتصال معايا، اخونا علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا شهد. شهد؟ ازيك يا شهد؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ كويسه. هتقراي معانا الفاتحه يا شهد ولا مش حافظاها؟ لا حافظاها. طب يلا سامعيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط. يا شهد قولي كده، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين لا قولي كده، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك يا شاهد، ربنا يحفظك. مين؟ أو. علي. الحمد لله. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ها حافظي الفاتحة يا علي ولا لا؟ طب يلا سمعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، فين بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ايوه صح. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا علي انت وشهد، وبارك الله في والديكما. يعني ما شاء الله، ناخد بالنا بقى من علي وشهد. طبعا في كلام في القراءه، في عايز اظبط حاجات، بس خلينا في الايه، في اللي احنا وصلنا له. الدين، سمعتوا الدال من شهد ومن علي؟ ما شاء الله الدال طالعه زي العسل، طالعه مظبوطه قوي، ما فيهاش هوا. ليه؟ لانهم صغيرين لسه بيقراوا بالفطره، فما تلاقيش عندهم مشاكل، لكن اللي بيتكلف هو اللي بيقع في الايه، في الاخطاء. طيب انا يعني هعرض بس لبعض رسائل اس ام اس اللي جات لنا على صفحه البرنامج. في رسالة جات لنا من رحيق الورد، ده اللي بعت الرسالة. أنا محتاجة لدعائكم بتطهير قلبي، أنا كنت حافظة، أسأل الله يطهر قلبك وقلوبنا جميعا. أنا كنت حافظة لكتاب الله، وحافظة 4 أجزاء، بداية من جزء عام، جزء عام بس مش عامة، حتى الذاريات، يبقى كانت حافظة 4 أجزاء يعني. وتوقفت وحاسة إن روحي اتخذت مني، محتاجة روجيتا حقيقي تنجيني من اللي انا فيه، والله يعلم السر وما اخفى. ادعي لي كتير يا شيخ اشرف، اسال الله ان يرزقك حفظ كتابه وان تكوني من اهل القران، لاني مفتونه في كل شيء. عافاك الله من الفتن، عافانا الله جميعا من الفتن. وكاتبه انا حاليا ارى البرنامج ومحتاجه تقول لي كيف ابدا من جديد. أم مريم، بصي معنا اتصال. طيب ناخد الاتصال وبعدين نرد على ايه أم مريم. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. ها حافظة الفاتحة زي شهد وعلي؟ طب يلا سامعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اسمعي يا فاطمة، فاطمة يا فاطمة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة، بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. بص يا فاطمة، اسمعيني من التليفون وما تسمعنيش من التلفزيون، ايه رأيك؟ نعم.
وطي التلفزيون على الاخر خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. بص الله العظيم، بارك الله فيك يا فاطمه. بص يا فاطمه، ما تجيليش وانت تقرأ القران، اقرا القران كده بالراحه، وما تتعوديش انك تقراي بالشكل ايه السريع دوت. ربنا يبارك فيك يا فاطمه. معايا لسه؟ طيب. وفاطمه تقولي، بص يا فاطمه تقولي ايه؟ الحمد لله. ما تقوليش الحمد لله وتجري كده من الحروف. معانا ام عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم عمر، اتفضلي. الحمد لله. سمعت انك ممكن ابني يقرا؟ اه طب نصعب بيه. عمر؟ ايوه عمر. ادينا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ طيب. طيب سمعني بقى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عمر انت عندك كام سنة يا عمر؟ ما شاء الله واضح ان عمر سن صغير قوي. كام سنة يا عمر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر عنده كام سنة؟ 3 سنين و4 شهور. ما شاء الله، ربنا يبارك فيه ويحفظه ان شاء الله. الله يخليك. يا ريت بقى حضرتك في السن ده سلمي لحد بقى الضوء يضبط معاك قراءة ويساعده في الحفظ ان شاء الله. اتفضلي. ممكن اقرا؟ اه اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خدي بالك، خدي بالك أم عمر، ما تقولوش اهدنا، وده هنبينه لما نيجي نوصل للآية. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عمر، وبارك لك في عمر وإخوته. معنا هاجر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هاجر؟ هاجر عاملة ايه؟ الحمد لله. طب تسمعيني الفاتحة؟ اه. طب يلا سمعيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالكي، مش لسه كنا بنتكلم يا هاجر؟ مالكي يوم الدين. مالك يوم الدين، إياك نعبد. الرحمن الرحيم. انت بكروتي ولا ايه؟ هاتي اياك نعبد تاني. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنتي ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي يا هاجر، ربنا يحفظك وكل اطفال المسلمين يا رب. معانا محمد جابر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. ها كيف احوالك؟ الحمد لله. حافظ الفاتحه ولا لا؟ اه حافظها. طب يلا سمعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بقول لك صل على النبي، صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. وخد بالك بقى من حاجه، احنا قلنا في اللقاء الماضي، مش عارف انت تابعتنا ولا لا، قلنا ما اقولش اعوذ بالله من الشي، قلنا اعوذ بالله من ايه؟ الشي. شي. الشي.
أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي كويسة. ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا، احنا قلنا يا شيخ محمد نقول مالكي، صح؟ مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا شيخ، بس ما تقولش امين لان امين في الصلاه بس. ماشي، اتفقنا؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك وفي كل من اتصل علينا. ده كان اخر اتصال معانا، صح؟ طيب، وقت الحلقه اقترب من الانتهاء، وانا كنت حابب ان انا اعرض لي بعض الرسائل، فبسرعه كده. احنا ام مريم عايزه روشته، انها حفظت 4 اجزاء وبعد كده بدات تنسى، وحسن روحها بتتاخد منها بسبب ان هي مش قادره تكمل ومش قادره تراجع اللي فاتها. احنا يعني دايما الاستعانه بالله هي اول روشته بينصفها لاي حد بينسى القران او بيبعد شويه عن القران. لازم يستعين بالله، يستعين بالله بكثره الذكر، بانه يصلي بحفظه في الصلوات الخمس او في قيام الليل، ربنا قدر له قيام الليل. يبقى اهم حاجه الاستعانه بالله، وان انا الايات تبقى معايا في الصلاه، وان انا راجع بشكل مستمر. احفظوا مني الجمله دي، احفظوا كم قليل، ماشي، واظبوا على الحفظ. والمراجعه افضل بكثير من ان احفظ كم كبير قوي ويقع مني بعد كده. قليل دائم خير من كثير منقطع. طيب، ولاء عزت بتقول يا ريت يا شيخ اشرف يكون في البرنامج شرح للتجويد على سبوره، اعتقد هيكون افضل وابسط وادعى، وادعي لي بتيسير الحفظ. اصلا انا اسالك الحفظ، وان شاء الله بدل ما نعمل سبوره ونكتب وكده، احنا ممكن يبقى من خلال باوربوينت ويعرض على الشاشه. هنشوف الامر ده ان شاء الله، ونبدا من المره القادمه ان شاء الله الكلام على الحروف، لو استطعنا ان احنا نبدا في الحلقه القادمه بده ان شاء الله يكون باذن الله تعالى. ام خالد سليمان بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله شيخ اشرف، حياكم الله. عليك تجاوبني، انا بحفظ القران الكريم ولكني متوقفه دلوقتي ومش قادره خالص احفظ، ولما بمسك المصحف بكون مشتته ولا استطيع الحفظ، يا ريت تديني نصائح تعني، وخاصه اني قربت على الختم. زي ما قلنا لام مريم، محتاجين الاستعانه بالله، محتاجين نفضي وقت للحفظ، وقت للمراجعه، يبقى ثابت تحت اي ظروف، نمشي بشكل بطيء، بلاش نجري، بحيث ان احنا نتدارك ايه الحفظ اللي معانا، وما يعديش مننا، ما يبقاش عندنا كم ويبقى عندنا ضغط في المراجعه. تقوى سعد بتقول لو سمحت عايز اقترح اقتراح. اتفضلي. ان حضرتك تؤجل التليفونات لبعد الشرح عشان الواحد يركز واحنا بنتشتت على طول، وجزاك الله خير. بالنسبه لموضوع التليفونات، احنا في يوم باذن الله تعالى يوم الجمعه احنا بنخلي التليفونات في اخر الوقت، وبنخليها يعني في زمن اقل من يوم الاثنين. ليه؟ لان يوم الجمعه المفروض ان احنا بنتكلم في انواع الهجر، فلو في حد ليه مداخله في سؤال ولا حاجه من خلال الصفحه او من خلال اتصال مفيش مشكله، لكن يوم الاثنين محتاجين ناخد اكبر عدد من الاتصالات عشان نصح القراءه. يبقى اللي احنا بنعلمه للناس من خلال الشاشه نصحه لهم على الهواء، ونطبق بقى ايه الضبط الصحيح للقراءه او القراءه الصحيحه للقران. رسالة كمان من مصطفى رشوان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ممكن أسأل؟ خير من جزاك. سؤال، ممكن قراءة القرآن بغير وضوء؟ خلينا دوت نحيله إلى برنامج الفتاوى في القناة، برنامج أهل الذكر، ماشي؟ لأن يعني أي حاجة فيها دخلة في مسألة خاصة بالفقه احنا مش هنتدخل فيها إن شاء الله، مش هنتكلم فيها. يا موسى عثمان في خريطة البرنامج، متى ستتحدث عن المخارج؟ جزاك الله عنا خير جزاء، خير جزاكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن المخارج
ابتداء من الحلقه القادمه ان شاء الله لما نمسك حرف حرف نتكلم عليه. بيقول الوقت خلص وكان معايا بعض الرسائل ان شاء الله نجيب عليها باذن الله تعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء في يوم الاثنين القادم قبل هذا الموعد بساعه. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل.